كريم فهمي كاتب ممثل وجدع ردة ممكن يكون بيجهز لتفجير تاني وأب حنون لثلاث بنات كاميليا نعومي وجميلة في أغلب الأحيان he gets inspired منهم كريم كل صبح في بعض الأمور اللي لازم يسويها قبل ما يطلع أول حاجة بعملها الصبح أول ما بقوم في دواء كده لازم أخذه كده بقعد بقى مع بناتي ومراتي وكده بقى أنزل أتمرن هو يحب عائلته لدرجة بخاف على أسرتي يعني. وقبل ما يروح الدوام نرى أنه اختار تيشيرت ولونها أسود غير الأحمر عشان أهلاوي طبعا كريم مجتهد في العمل ويضع أمامه مثل أعلى كبير الدماغ طبعا أستاذ عادل إمام طبعا ده واحد ما شاء الله الله أكبر عليه ربنا يديله الصحة من وراء أهلها واحد بقاله 50 سنة على القمة وربنا عمر ما حد عملها في العالم يعني فطبعا ده دماغه ده لو قدرنا نوصل لنصها هننجح نجاح مش طبيعي ولهذا السبب الأفلام كثيرة ولكن يبقى هناك حلم يعتبره كريم تحقق ديدو طبعا لأنه بالثلاث سنين بيتعمل مامي تحولت لبيت مامي أصلا كانت ذكر ولا والأحلام والأمنيات كفاية في فيلم تاني يمكن ميزانيته أكبر بكتير إنتاجه أكبر بكتير ده حلم عندي إن أنا أعمله إن شاء الله وغالبا هيتعمل هنا برضو بإذن الله ومن هز إكسبيرينس في الحياة والشغل وصل كريم لهذه العبرة والله كان في عبرة كده بس مش فاكرها بالظبط بس ليها علاقة بالفشلة فشلة مش الفشل إحنا ما فهمنا شيء بس إذا أنتوا فهمتوا لو سمحتوا خبرونا